مع الظروف الحالية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، قامت المحلات التجارية الكبرى في البحرين بتفعيل خاصية الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية، مع الحرص على تقديم أفضل العروض الخاصة بشهر رمضان الفضيل. عروض حصرية تطرحها المحل التجارية في البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ليقبل الناس على شرائها على اعتبار أنها جزء من احتياجات الأسر البحرينية في هذه الأيام المباركة. ومع ظروف جائحة كورونا، قامت هذه المحلات بمنح المستخدمين عروضا حصرية عند الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية. التجار الأونرز يهتمون وايد وصاروا مهتمين بالموضوع الأونلاين، حتى الشركات اللي كان ما عندها أونلاين صار عندها قسم أونلاين ولا أولوية خاصة ولا ويهتمون فيه أزيد من الأقسام الثانية عشان يقللون الازدحام، يقللون ازدحام الناس، يبون تباعد بين الناس خاصة في التطبيق في الأونلاين. زبون بس الأونلاين هو اللي حصل العاب عروض مغرية. عندنا فريق يعني بس أي شيء جديد ينزل، أي شيء شو اسمه عروض شهرية، عروض أسبوعية، عروض موسمية، عرض يوم واحد، شيء بنص السعر نحطه في التطبيق. تم تنشيطه خلال فترة كورونا بشكل كبير، وأضفنا العديد من الخدمات والميزات خصوصاً المتسوقين الأونلاين، وجميع العروض المتوفرة حالياً في الأسواق سواء العروض الرمضانية بما فيها المنزلية والغذائية بشكل عام متوفرة في التطبيق، بإمكان العاملين يطلبها في أي وقت وتوصله في الوقت الذي يحدده هو مسبقا. أغلب الأوقات عروض شهرية وموسمية وأسبوعية تتوفر على التطبيق، وأحيانا تتوجد لدينا عروض خاصة للعملاء الأونلاين فقط يعني، وهذه ميزة إضافية للعملاء الأونلاين. تطبيقات إلكترونية متميزة تقدم عروضا خاصة لمستخدميها عند الطلب عن طريقها، ما أتاح الفرصة للمتسوقين لتوفير كافة احتياجات الشهر الفضيل والتقليل من زيارة المحل التجارية إلا للضرورة القصوى. وقد أكد مستخدموها بأنها تساعدهم كثيرا في تجنب الزحام في هذه الأيام المباركة. صراحة الأونلاين وايد فكينا من مشاكل كثيرة، عرفتي شلون؟ فصراحة الأونلاين في السوبر ماركت على مستوى البحرين يعني كله ما شاء الله وايد وايد ممتاز. يعني أنا اليوم جاية من الدوام باخذ لي أشياء سريعة، بس الأشياء اللي ثقيلة وأشياء الموشلة ما تلقى صراحة أنا أطلبها من الأونلاين، يعني من أكثر أبليكيشن ما شاء الله تبارك الرحمن وايد وايد ممتاز يعني. الأونلاين بصراحة بيدي فرصة ان الواحد يعني ما يختلطش قوي بالناس وكده، بس الواحد بيخرج للحاجات اللي هي ما تستغرقش وقت طويل، يعني ياخد حاجته ويمشي على طول. اما الاشياء التانية اللي هي تكون كبيرة شوية محتاجة وقت، فالاونلاين بيساعد كتير في حل المشكلة دي يعني. متطلبات الشهر الفضيل تصل لباب المنزل بدقة عالية وسرعة في الاستلام، ما يساعد المستهلك على تقليل مرات خروجه من المنزل، ليكون طرفا إيجابيا في التقليل من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقد جاءت هذه التطبيقات بعروضها المتميزة لتحقق هذا الهدف. عروض حصرية وأسعار متميزة تقدمها كافة مراكز التسوق على تطبيقاتها الإلكترونية في البحرين لكافة متطلبات الشهر الفضيل، لتشجع المستهلك من خلالها على البقاء في المنزل قدر الإمكان مع الاستمتاع بالتسوق في هذه الأيام الخاصة. خولة القرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.